الإدارة الذهبية والهندسة الإذاعية محمد صابر وفاروق صابر بشبين القناطر. واجبات الضيافة الفندقية الكابتن عطية الدولي أبو حماد شرقية مصورنا الليلة لنراها كل يوم وليلة وعبدة مصوري الحفلات القرآنية ومخرج روائع مهندس ناصر صلاح. السادة الأحبة الكرام، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثلما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. اخوتنا اخوة الامام، عود طيب مبارك الى ساحة القرآن وفضيلة القارئ الشيخ محمد الوكيل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى What?
واصبر 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 وما صدرك إلا بالله واصبر وما صدرك إلا بالله Wow.
واصبر واصبر وتعبك واصبر وما صدرك إلا بالله وذكر ولا تحزن عليهم ولا تحزن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله حملنا
من حملنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني ستدنون في الأرض مرتين ولن تخلقنا ولا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم وأمددنا بأموال وبنين وجعلنا أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
صدق الله لما تيسر من خواتيم سورة النحل وفواتح سورة الإسراء متعددة الأسماء، فهي سورة الإسراء وهي سورة بني إسرائيل تبدأ بالتسبيح وتنتهي بالتكبير. أمتعنا بتلاوتها فضيلة القارئ الشيخ محمد الوكيل العلم القرآني وابن هذه البلدة الطيبة أهلها، باسم كل عائلات الحصري أسرة الراحل الكريم الحاج صبح الحصري عميد عائلات الحصري. نشكر باسم الأسرة الكريمة إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء. نشكر السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والنيابات والسادة القادة بوزارتي الداخلية والدفاع، ونشكر أيضا لكل من شرفونا من السادة النواب بمجلسي النواب والشيوخ، ونشكر أيضا لكل من شرفونا من السادة التجار وأساتذة الجامعات والسادة أهل الواجب بكل ربوع الجمهورية من محافظتي القليوبية والشرقية. نشكر إليكم جميعا واجب العزاء. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من هنا من داخل كبرى قصور الضيافة المتنقلة بفراشتها الفندقية وإنارتها الذهبية وهندستها الإذاعية محمد صابر وفاروق صابر بشبين القناطر بمحافظة القليوبية. واجبات الضيافة الفندقية: الكابتن عطية الدولي أبو حماد شرقية ومصورنا الليلة وعمدة مصور الحفلات القرآنية ومخرج الروائع مهندس ناصر صلاح. السادة الأحبة الكرام، نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور الشحات العزازي مستشار السيد وزير الأوقاف، ونشكر لكل من شرفونا من أهل الواجب. وبإذن الله تعالى نستمع لفضيلته في كلمة طيبة مباركة بعد ما نستمع لفضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. وإلى أن ألقاكم بعد صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين المستشار الإعلامي عبد الوهاب مصطفى عبد الوهاب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.